عودة إلى متابعة أجندة اليوم، فقرتنا التالية جريدة اليوم. بصرنا بفقرة اليوم نستضيف الصحافي علي الأمين. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك، نورت أجندة اليوم. باختصار، كيف شايف المشهد بعد العطلة؟ يعني أنا بشايف في فراغ مستمر مستمر متكرار. والناس معطلة والسياسيين معطلين عموما، يعني ما بتحس، ما بعتقد في مرق فترة بلبنان فيها فراغ بهذا الشكل، ما في أي مبادرة أي حركة أي، يعني نحن بنتابع بالجرايد المساء بالليل، فعلا بكون عندنا مشكلة ما في خبر، ما في شيء، خاصة بآخر ثلاثة أيام الماضية بتعمل مونشات عن شو، بتعمل مونشات شو الخبر الأساسي. أمس الخبر الأساسي الحوادث السير، مظبوط، ما كان في خبر يعني لتقدر تلقط هيك شيء، اي أو موقف سياسي او أوروبا. مثلا هذا الخبر، هذا عم نحكي عن المحلي، هذا خبر دولي، فبالمحليات فعلا ما في موقف، ما في مبادره، ما في توقع لشيء. احيانا كمان في توقعات، خي عزله بطرك كيف لهالدرجه. خلينا نبدا مع صحيفه السفير اللي عنونت بري للامريكيين، المنطقة ستشتعل إذا سرق الإسرائيلي غازنا، القصة الكاملة للنفط من بيروت إلى واشنطن. مع الموقف منيح، بس في سؤال، يعني نحن قدي مسؤوليتنا تجاه موضوع النفط؟ يعني فعلا نسمع أنه إسرائيل بلشت ورعمت التفقية وتركيا، ويمكن تمد هلأ بعد شوي الأنبوب الغاز، ونحن بعدنا بالبلد مختلفين على شو، يعني إذا بتكون نيتنا حسنة مش عارفين عشو، بس إيه؟ إذا بدنا نحكي إذا النية حسنة طنشين عشو إيه؟ بس إذا لا حدا عنده إياه، بس إنه أي واحد بيطلع بيشوف إنه في خلاف على الشركات ومين بياخذ هالشركة ومين بياخذ هالحصن. طيب هذا العقل اللي بيفكر هيك، يعني احيانا في نحن كمان على السوشيال ميديا في ناس انه تاخذوا اسرائيل ولا تاخذوا انتوا وتسرقوا، يعني انه حتى اللبناني ما عاد عم بيشعر انه هالثروه عم بيتمنى تبقى بالارض وما تنشال لانه بدها تنسرق. مزبوط، هذا ذهني يمكن ما انه صحيح، بس على الاقل هالانطباع عند اللبنانيين بتشوفوا عند الكل انه في مشكله بهذا الموضوع. بس كيف في حل كبير؟ يعني هلا في حلول مطروحه، بس عم بقول العقل المحاصص عقل ما بيوقف كل الحلول. هلا بيوقف كل الحلول، بيجي مدير على هالشركه، مين بيجي مدير على هالشركه؟ هلا الشركات الشركات بيختلفوا بين بعض لان كل واحد مالك شركه، لكن يمكن يختلفوا هلا على هذا المجلس الاداره، عملوا مجلس اداره هلا مين مصر. اي كان في خلاف بالسابق انه مربع ببلشوا بكل المربعات او بمربع، يعني خلاف على جنس الملائكه اكثر ما هو خلاف. هلا هو في هيئه ناظمه بس لهلا ما عم تشتغل، يعني طيب هذا مسؤوليه اسرائيل، مسؤوليه مين يعني هذا الموضوع؟ صح. يعني ليه نحن واكيد اسرائيل عدو، ما حدا رح يناقش بهالنقطه، لكن مين بحاسب التقصير اللي عم بيصير نحن بالبلد؟ نحن بنوجه يعني اتهام للمسؤولين، للمسؤولين بالبلد، هدي مسؤولين عن هذا الوضع اللي او هذا الخطر اللي عم بي اليوم عم بيشار له انه ممكن الغاز او يروح من ايدنا او انه ينسرق او ما الى ذلك، مسؤوليه السياسيين. حضرتك قلت من يحاسب على هذا التقصير، حلوه الجمله هيك. فعلا ما في حدا بيحاسب، كلمة محاسبة حلوة حلوة بس كتير حلوة، بس من يحاسب؟ حد يعطينا جواب، بس انه مين بيحاسب؟ ما 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 في ما في ما في حدا يحاسب مع الأسف، يعني مع الأسف، وما عم نشوف محاسبة، دائما بنسمع اتهامات وحتى بتوصل الأمور أحيانا للقضاء ثم ما تلبث الأمور بتروح تضبطب، ما بتقعد تسمع شيء، ما بتقعد تفهم شو صار، شو الخبرية، أو بتطلع خبرية بعدين مخارج معينة، مهم أنه الأمور تنحل بمكان آخر ما له علاقة لا بالمحاسبة لا بالقضاء لا يعني بالقانون والعدالة. ولازم الإعلام يضوي عنا، عملوا شيء منيح إنه أكيد، بس يلقطوا سيارة قوى الأمن أنه مسروقة، لازم كل الأجهزة الإعلامية تروح تصور أنه جابوا السيارة الملقوطة، والعشرة اللي ما قدروا لقطوهم عليه ما بنحكي عنه. هلا ما في شك يعني أنه نحن كمان هلا بدناش نتقل على القوى الأمنية والعسكرية، لأنه حتى هذا التقصير هذا التقصير إذا موجود ويعطيهم العافية كلهم، يعني لأنه فعلا هن بيتحملوا حتى هذا الخلل اللي بيصير أحيانا أمنيا وعسكريا
بتحمل مسؤوليته مباشرة عن الأجهزة. دائما فيها الطبع السياسي، لأنه هالأجهزة الأمنية بالنهاية أداة بيد الطبقة السياسية، بيد السلطات، وبالتالي السلطات هي اللي يجب أن تحاسب في أي تقصير ممكن يحصل بهذا الجانب. المشكلة عندنا مشكلة سياسية، المشكلة بالمؤسسات، المشكلة برئاسة الجمهورية، انتخابات نيابية، بمجلس يعني كل الوزراء. كل هلأ يعني جاي قررت على لبنان رح تنحل. الفرنسيين مع الأسف مدري ليش عندي إحساس بس يجوا الفرنسيين القصة معقدة ما رح تنحل. بالنهار إيرولت للنهار على اتصال بإيران والسعودية من مصلحة الجميع إنهاء الأزمة الرئاسية، بالعناوين أيضا سلام للنهار لست في جو مضامين اتفاق بري باسيل. هذا خبر الفرنسي، الاتصال بالإيراني والسعودية بنسمعه من 3 سنين. نسمعوا دائما مهم الاتصال، بس شو نتيجة الاتصال؟ في اتصال، في الفرنسيين عم يتحركوا، الفرنسيين عم يتحركوا. هلأ نحن كمان الله يعطيهم العافية بنتمنى أنه نوصل لتسويات وحلول، بس لكن تقديري ما بنبين أنه في أي مؤشرات بتدل على أنه في خرق جدي، لكن الفرنسيين على الأقل عندهم يعني عندهم هالمشاعر تجاه لبنان. ربما أنه بعضهم ربما ربما ما سمعت السؤال. تعتقد بعضهم الأم الحنون للبنان؟ هلأ بيحاولوا، بس الولد او ما حاسس انه في عنده ام او مش عم يسمع الكلمه. وزير المال يعرض غدا تقريرا مفصلا في 41 صفحه. على كل حال ما حدا بيعرف، يمكن ايرولت جاي يبحث بقضيه التجنيس السوريين كمان بالبلد، وعم نعطي عناوين عريضه كبيره بهذا الموضوع. يعني ما بعرف لأي مدى في موقف لبناني من هذا الموضوع، ما حدا بيقبل فيه يعني أكيد. بالنهاية هذا شيء، بس بدك تشوف كيف بدهم يكوعوا علينا، هذا شيء أي لبناني بيرفضه. لكن الإشكالية أكبر من أنه بيعطوا جنسية أو ما بيعطوا جنسية. حتى لو ما عطوا جنسية في إشكالية، موضوع الملف السوري بلبنان كيف يمكن أن يعالج هذا الملف، العدد كيف الكبير ممكن المسؤولية. هاي بيرجعوا على البلاد يلي عندهم ما فيها مسؤولية. أولا في مسؤولية دولية تجاههم، يعني ليست المسؤولية فقط لبنانية. نحن لبنان نتحمل هذا الموضوع أولا من موقع أنه جيراننا السوريين ولابد أن يتحمل لبنان، لكن في نقطة تانية كمان ضمن طاقته مش أكيد. فوق طاقته إيه كمان يعني ضمن وعود بمساعدات صح. دولية يلي في بقية حبر على ورق دائما في أرقام بتنطرح في مؤتمرات بتصير، لكن عمليا كمان في إقرار أنه ما يعني مثل الجمل إدنه مثل وبالتالي في مسؤولية دولية في هذا الشأن. في تقصير مطلوب أنه يكون في هذا الجهد الدولي في تقديم فعلا أو مساعدة لبنان على هذا الموضوع. نتمنى يكون في شيء بهالسياق اللي حامل وزير الخارجية الفرنسي إن شاء الله. بالأخبار إيرالت في بيروت مبعوثا سعوديا وبصورة لعنة أولاند. طبعا هذا بعد ماتش امبارح، المباراة بين البرتغال وفرنسا. كل شيء خسران فرنسا يعني. فممكن هلا ما بعرف لأي مدى يعني حتى مع انه معظم الجمهور اللبناني كان متضامن امبارح مع فرنسا على اساس الاقرب لنا. في هيك تعاطف مع فرنسا. في قهر امبارح عند اللبنانيين بهذا الموضوع. وما كانت متوقعة الخسارة يعني صح. كانت مفاجأة، لكن البرتغال بيستحقوها، كانوا بيستحقوها على الأقل كمان، لأنه يعني لما طلع رونالدو من الماتش يعني الكل كان متوقع انه هذا رح يعمل نكسة للبرتغال، لكن فعلا البرتغال ربما هي هو الخبر انه البرتغال ربحت بدون رونالدو. هذا الخبر الاساسي، وعلى ارض فرنسا وقدام المنتخب الفرنسي والجمهور الفرنسي. مبعوث سعودي ايرلوت بعتقد ما عندي معطيات، لكن مجرد هذا الكلام اذا كان في شيء يعني هذا مؤشر اللي عم تقول للاتصال بين لا مؤشر انه ما في شيء يعني مجرد ان يستقبل الرئيس الوزير الخارجي الفرنسي بهذا بدل هذا انه ما في اتفاق على شيء، علما انه كان في لقاء حصل من اسبوعين بين وزير الخارجي الايراني والوزير الخارجي الفرنسي، وصار حكي بهذا الموضوع انه في اتصالات فرنسية بشأن يعني تحريك الحلول في لبنان، لكن يبدو مثل ما قلت لك انه في شيء من يعني ما في مؤشرات لحلول، وفي اكثر من اشارة يعني بالفترة الماضية يعني برزت انه ما في حلول قبل ما تتبلور على الاقل
الصورة اللي ممكن أن يرسو عليها الوضع السوري. سوري أكيد. فبانتظار ما يمكن يعني بعد هالتطورات الأخيرة بسوريا، شو ممكن؟ هل سنذهب إلى جنيف 3 و4 أم أنه لا في صيغة، لأنه كمان في يعني وثائق جديدة أنه في كلام كتير عن تجاوز جنيف والانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي في إشكاليات كتير حولها، لكن على الأقل في نقاط استفهام تتصل بموضوع السوري، هي اللي رح ربما تكشف أكثر ما يمكن أن يحصل بالموضوع اللبناني. الجمهورية حسمت الموضوع، إطلالة فرنسية بلا حلول، يعني كله قرأت الموضوع من تودي على الطاحون. البرتغال بطلت أوروبا، ومثل ما عم شوف رونالدو حامل الكيس خلال التتويج. بس في خبر بصفحة 9 قبل الموارنة في سان فرانسيسكو، طبعا عم بيحكوا عن النام الكونفنشن اللي صار بسان فرانسيسكو لمدة أسبوع، تدشين أول كنيسة للقديسة فيرونيكا جولياني خارج إيطاليا. وأيضا بالصفحة 29 إجراءات تفيد في منع سرقة السيارة. لازم نقريها تنعرف التفاصيل، غير انه الشيش بين الفران والديركسيون. هلا ما في شك المشكله مش بسرقه السياره، انا برايي يعني الاشكاليه سرقه السيارات بلبنان هي بالمناطق المحميه او العصابات المحميه، وليس بالقدره على كشف، لانه في جزء كبير يمكن صار من السيارات في امكانيه ل تعرفوا وينه، لكن انت بتنسرق السياره ممكن يجيك اتصال بتجيب معك اذا في جي بي اس بالسياره. فالاشكاليه منا بقدرتك على كشف الفاعل او معرفه هيدا بس تصير الدوله قويه خلص بتبطل فيه يعني. بس شوف شو الحلول سهله. حلول سهله طبعا. كثير هينه هيك بلمح البصر رح بس يصير في دوله. بالمستقبل زيارة إيرولت التعطيل الإيراني تحت المجهر، سيلتقي المرشحين الرئاسيين عون وفرنجية. عن جد كل صحيفة بتشوف الزيارة من وجهة نظرة نتيجة واحد، ما حدا عم بيقول انه في حل في حل. يعني بيختلف التفسير عدم الحل، لكن النتيجة واحد انه ما في حل. ما في حل. وبننتقل لصحيفة البلد. هلا الحلو بكل الجرايد موحدين على صورة البرتغال، الفريق البرتغالي بأول صفحة، وبقيت ما تبقى صار تفاصيل. زيارة لجوء فرنسية والنفط يغيب عن جلسة الحكومة، هذه بعناوين البلد. زيارة لجوء بالإشارة ملف اللاجئين السوريين بطبيعة الحال بصحيفة اللواء مفروض. نعم. لقاء بين بري وسلام يسبق فتح ملف النفط، الأولوية في برنامج إيرولت للنازحين، ويوم دام في حوادث السير والقتل وإطلاق النار. البرتغال تهزم فرنسا وتتزعم أوروبا. وبالعناوين اللبنانيون يتحدون الإرهاب بالمهرجانات، هيك لنضوي على شيء حلو على القليلة. فعلا ما في منطقة إلا ما عندها مهرجان، وهذا وهي ميزة لبنانية ومغامرة لبنانية بالمعنى الإيجابي، يعني بهالإطار هذا نحن يعني إلا من 75 لليوم من واجه ومثل طائر الفنيق من يومين هيك وتحلي أحضر هيك أوبرا عنتر وعبلة كازينو لبنان. فعلا يعني حجم بلفتك أنه في كلفة بالعربي كمان كلفة عالية، يعني في مغامرة بتعطيك أمل بأنه فعلا بلبنان أنه في ناس رغم كل هالوضع المأساوي وهالعنف وهال يعني المشاكل، الناس اللي ممكن بتميل لي يعني عندها أولويات تانية، أنه تروح مجموعة على أن تفوت بهيك مغامرة بهالكلفة العالية بحجم يعني من ممثلين ومن راقصين وأزياء وشغل فعلا مهم كتير، فعلا هذا بيعطيك أمل. يلا لجينا بعلم الكركلة كمان، وبيعطيك صورة فعلا، لأنه كمان هي فكرة عنتر وعبلة فكرة يعني فكرة عربية وفكرة إلا فيها هيك فتح نافذ لتغيير جديد، حتى لو على المستوى الثقافي على المستوى الفني. بعتقد هذا اللبناني بيأكد لك مجددا أنه هذا الدور اللي العميق إذا بدك على مستوى المنطقة اللي ممكن لبنان يلعبه،
واللبنانيين دائما عم بيذكروا فيه بطريقه او باخرى. قدرت فيها؟ لا بعد ما اجتنا هي... دعوات نحن لازم نحن نشد الهمه بالانوار. يوم حوادث السير القاتله، الحكومه ترجئ طرح ملف النفط والغاز على مجلس الوزراء. البرتغال بطلت اوروبا في كره القدم للمره الاولى. عشرات القتلى في الغارات على حلب، وزحمه مهرجانات سياحيه في المناطق اللبنانيه. وننتقل الى الشرق. بصحيفة الشرق إيرولت، اليوم في بيروت، الرئاسة والنازحون والجيش والاقتصاد، باريس انتخبوا شخصية تحاور ولا توارب. أيضا بالصورة الأساسية العطلة الدامية، بالإشارة إلى سقوط ثلاث عناصر من الأمن العام على أوتوستراد جوني امبارح. في أكثر في يعني حوادث كثيرة كانت يعني. بس هيدا لأنه الحادث اللي حصل ثلاث قتلى. ما بعرف، أنا عندي شعور أنه في تراجع بال في فترة خافوا الناس من محاضر الضبط. ايه. بس عجبت اللبناني بسكر دغري، كأنه متراجعة يعني. ايه. هيك في إحساس بأنه ما حدا عم بيراقب وما حدا عودنا. هذا هو القانون. لا فعلا ما بدأ شيء يعني. ايه. بدأ شيء من الهيك شوي أنه على الأقل يعني تشدد شوي، تشدد وحماية الناس بالنهاية. أو الصحافة مين بيحمي؟ بارح أكل فريقنا قتلة مثلا. وين؟ ما معك خبر؟ لا ما معي خبر. يا مهرجان القومية وين؟ ضربوا لنا مصور. حركة 8 تموز اللي عاملينا يعني أول شيء اختلفوا بعضهم. أكل قتل الشاب اللي عندنا المصور زميلنا لإلي دكاش. مش مقصودين يعني. الحمد لله على السلامة كمان يعني من جديد. مش مقصودين؟ لا مقصودين أكيد. لا إنه ضرب. ممكن يكون عم بيحامي بيناتهم يعني. عم لا عم يصور. عم يصور عادة طلعت فشل خلق هو. الحمد لله على سلامته يعني. نحن نتضامن معكم. أنا استنكر هذا أكيد لأنه هذا الشيء ما بيجوز يعني لأي فريق لأي أنت ولأي كان يعني شو لكن نح واحد عم بيأدي عمله الصحافة مسؤول عن عمله مثل ما أنت مسؤول عن كلمتك. نحن منا فش تخلي عند حدا. صحيح. بكفينا اللي عم يصير بالبلد يعني. الله يعني. نعم. بالبناء، الناتو يرث الاتحاد ويرسم حدوده عسكريا، وأول خرق أوروبي علني نحو سوريا. الملاح تتكفل بعاصفة الشمال، ومئات القتلى للنصرة، والجيش ليتقدم في دريا، تكهنات متضاربة حول الزيارة الفرنسية، وحردان يدعو إلى مبادرات وطنية. وهون أيضا في عنوان لافت يمكن بغير صحف ما شفنا الإضاءة على هذا الموضوع. زار رام الله وسلم عباس رسالة من الرئيس المصري، شكري حريصون على إقامة جسور الثقة مع تل أبيب. هي الزيارة لقاء إسرائيل أكثر. وشكري الخبر هونيك مزبوط مش بعباس. أنا عم بحكي عن زيارته إسرائيل بعد 9 سنين من القطيعة، إعادة هيك جسور السلام. إذا هلا مصر إيه ما في شك بعد أم الدنيا يعني نطمح إنه ترجع أم الدنيا، لأنه فعلا مصر إذا بدك أنا من مش أنا وكتار يعني ممكن تنعين إنه عافية مصر هي عافية على المنطقة العربية كلياتها، ومرض مصر إذا بدك بينعكس على المنطقة كلها. يعني هي التقل الأساسي بالمنطقة اللي ممكن يشكل يعني نوع من الحصانة العامة منذ أن يعني هيك مصر تراجعت وبلشت على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي. فعلا بدأت الأزمات يعني هيك تتغلغل بشكل كبير على مستوى المنطقة العربية. فمصر لا، كلنا أمل بأنه مصر تستعيد دورها، لأنه فعلا مصر هي الحصن، حصن على المستوى العربي. بالكاريكاتور طبعا النهار عنونت على رحلة إلي صليبة. الله يرحمه. مثل ما نشوف الحاملين وردة والإذاعة والتلفزيون كان رائد بكل مجالات العالم، كان ورد بكل شيء، مميز وملفت وبارع وأديب فعلا مفكر عنده وصحافي. عنده ميزات متعدده. اصبحت يأسف. نوادر اليوم بلبنان ارماح خمسه كذا. بصحيفه الجمهوريه لانطوان غانم، بعد انتهاء كاس اليورو بقول المواطن يورو بحظه. عم يشوط مش عم يقدر يفوت الطابه بعبده، مع انه عم بيقول يورو بحظه، مع انه عم بيقولها ما فاتت الرئاسه بعبده. ونوصل لآخر كاريكاتير معنا من صحيفة البلد كمان عن إلي صليبة،
وفاة الإعلامي والأديب إلي صليبي 60 عاما من العطاء. 75 عام عمره. 60 من العطاء 75 عمره ولكن اشتغل بالمجال الإعلامي 60 سنة. وهو مسيرة مش قليلة أبدا وبكل الميادين مكتوب المرئي والمسموع. صحيح. يعني الحمد لله. ما ضل فينا إلا ما نضلنا نكرر هذه الجملة لأنه بالنهاية فعلا هو من الشخصيات اللي بتحس لما بيختفوا أو لما هيك بيطووا صفحتهم الأخيرة وكأنه هالصفحة انتهت وما عم تيجي صفحة بديلة. نعم. يعني عم تحس بالفراغ بيزيد الفراغ. يعني هذه من الأعمدة اللبنانية اللي بيشعر أنه غيابها عم بيخلق عم بيحسسنا بفراغ وبخطر أكثر وأكثر. قد ايه يعني هيك بنتمنى انه نستلهم منه لهذه الشخصيه ومن كتار من الناس اللي فعلا هني بشكله ولو انه ما كانوا بارزين بوجوه لكنني اعمده حقيقيه بالثقافه اللبنانيه بالاعلام بالكلمه. رح نرجع لهم بكل ضيقه وبكل لحظه. فعلا كتب اخر ما كتب نرجع منعيده لو كنا شعبا لصرنا ثوره لكننا جمهور فصار الوطن حفله. هيدا آخر ما كتبه معبرة قبل بنهار من مغادرته الحياة. فعلا حلو كتير. نرجع نقول الله يرحمه الأستاذ إلي. على هالكلام بننهي فقرة جريدة اليوم ونرجع بنقول لك أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على أهلا وسهلا أستاذ علي. شكرا. كيف لقيت رائع كيف الجو عظيم حلو. شكرا لك. فاصل سريع ومتابع الجزء الأخير من أجندة اليوم. سلامتك.